أستاذ محمد، حضرتك تحدثت عن فكرة تأهيل مراكز الشباب، وأيضا حتى يمكن من خلال البنية التحتية، ويعني عدة نقاط. عايز أسأل حضرتك عن فكرة تأهيل هذه المراكز الشبابية كمان لذوي الهمم. هو زي ما حضرتك تفضلت كده، احنا عندنا ملف ذوي الهمم، ملف واخد اهتمام كبير جدا من وزارة الشباب والرياضة، ويمكن احنا عندنا مشروعات كتيرة جدا ومش مهتمية بس بالرياضة. احنا عندنا مكتب الفنون لذوي القدرات والهمم، ده بيوصلهم ان هم كمان يرسموا ويطلعوا الطاقات الفنية اللي موجودة. احنا الحمد لله عندنا ابطال برضو في الرياضة، عندنا ابطال في السباحة من ذوي الهمم، عندنا في الشلل الدماغي موجودين، عندنا فرقة قدم لقصار القامة. الفكرة ان احنا ذوي القدرات والهمم ليس الاهتمام بهم رياضيا فقط داخل مراكز الشباب والمنشآت الرياضية، ولكن احنا بنهتم بهم فنيا وثقافيا ويمكن في عروض فنية كمان. يعني احنا عندنا مسابقة كبيرة على الوزارة بتتبناها في العمل المسرحي، ويمكن الجميل في الأعمال المسرحية ده بيكون بالمشاركة مع مديرية التربية والتعليم، ولا ده جزء منفصل؟ ده جزء منفصل شوية، لأن برضو في ذوي الهمم أعمارهم مختلفة، في منهم من يعني قضى الفترة التعليمية بتاعته وتخرج، احنا برضو مهتمين بالفئة ديت كويس جدا. يمكن عندنا كمان ذوي الهمم الحركي والفكري، احنا مخصصين لكل فئة النشاط بتاعها. الحمد لله. الجميل بقى في الأعمال الفنية ديت ان احنا بندخل معاهم الأصحاء، بنعمل الدمج. فكرة الدمج ديت عشان هو ذوي القدرات والهمم ما يحسش ان هو مختلف، لا هو مختلف بقدراته اللي موجودة عنده والمكنونة واللي احنا بنحاول نطلعها. حضرتك تتخيلي ان مثلا طفل بيشارك في مسرحية، بيسافر مسابقة كمان ان هو في إطار مسابقة، بيبقى مستني النتيجة. في كمان الفنون الشعبية، ليهم مسابقة في الفنون الشعبية، في كمان الرسم والغنى، ويمكن عندنا أولاد كمان مميزين جدا في التعليق الرياضي. يعني فكرة التعليق الرياضي وإن هو دي موهبة كمان طبعا، ومهتم بالجزئية ديت، إنما يعني بتظهر كمان إن عندهم قدرات مكنونة ومواهب مكنونة. احنا كمان يمكن عندنا حاجة كبيرة جدا مهتمين بها في جنوب سيناء، يمكن مش القيادة السياسية بس في جنوب سيناء، في جنوب سيناء لا، ده القيادة السياسية في جمهورية مصر العربية، وهي احياء التراث، الرياضات التراثية. عندنا مضمار الهجن، وديت رياضة الهجن موروث طبعا ثقافي ورياضي لقطاع كبير جدا من ابناء القبائل على مستوى الجمهورية. احنا انشأنا في جنوب سيناء اكبر مضمار في الشرق الاوسط، يضاهي المضامير اللي موجودة في السعودية او دول الخليج عامة، ويمكن احنا في القريب العاجل ان شاء الله ليها طبعا اصلا باع طويل في هذا في هذا المجال، في مضمار او في هذه الرياضة تحديدا. ويمكن الاجمل ان احنا بدأنا من حيث انتهى الاخرون. يعني كانت الفكرة اللي موجودة عند القيادة السياسية سواء سيادة الوزير المحافظ او سيادة الدكتور اشرف صبحي، ان احنا نبتدي اقوية ونبتدي من حيث انتهى اخواتنا في الخليج، نستفيد بالخبرات، يعني بخبرات الخليج.